ألف مبروك للفائزين الثلاثة، الأب القدير إلياس الزحلاوي والفنانة الكبيرة مطربة الجيل وكل الأجيال ميادة حناوي والأديب الرائع حسن ميم يوسف. وبالطبع يعني هنا نقول أن كل ما تم اليوم في دار الأسد للثقافة والفنون هو ترجمة حقيقية لدعم السيد رئيس الجمهورية الرئيس بشار الأسد للفن والمبدعين، فهو بالرغم من كل الظروف التي تلقى على عاتقه من متابعات مضنية وإلى ما هنالك يهتم على الدوام بالشأن الثقافي وبالمثقفين. لم أكن يوما أحلم بجائزة، كنت أسعى دائما لأن أقدم ما يتوجب علي تقديمه، وكنت أحاول أن ألتقط حاجات الناس بدءا من الأطفال والشبيبة، وأعتقد أني قدمت بعد ما كانوا بحاجة إلي. وعندما أنظر إلى بعض الإنجازات مثل إنجاز جوقة الفرح، مثل إنجاز الرعية الجامعية وفرسان محبة، أشعر بالطمأنينة وأقول فضل الرب علي كبير، لأنه أتاح لي أن أقدم شيئا لوطني، وهو اليوم في أقصى المحن التي عرفها وطن عبر العالم. حبيت أنه لاقي نفسي بين أخوتي وأهلي والناس اللي رفاق حروفي اللي أنا دائما كنت أفكر فيهم، يعني سرني كثيرا أن أراهم يفكرون بي. هذا شيء مهم، شيء مهم أنه هاي الجائزة إجت من سوريا، من داخل سوريا.